حلويات ومأكولات فلسطينية شهية تمتاز بها الأجواء والطقوس الدينية والأعياد والمناسبات الوطنية، بأن هنالك الكثير من السيدات الفلسطينيات تعكفن على إعداد هذه الأطباق الشهية من منظور طبعا شهي يفتح نفس الآخرين لتناولها. لكن اليوم نحكي عن هذه الوصفات طبعا في ظل المنظور الصحي وانعكاسات هذه الحلويات على الصحة العامة لجسم الإنسان، فيما يتعلق اليوم طبعا حديثنا في عيد الأضحى المبارك، ولا زال العيد مستمر وفي بعض المواطنين كمان بياخذوا أسبوع كامل تقريبا من عيد الأضحى المبارك اليوم. إذا بنحكي عن الحلويات من منظور صحي وانعكاساتها على الصحة العامة، وكيف يمكن استبدال بعض المكونات غير الصحية والتي تضر أو قد تضر بصحتنا بمواد أخف ضررا ومكونات طبيعية أخف ضررا. أناقش هذا الموضوع برفقة ضيفي الكريمين، الدكتور عطا القيسي استشاري الصحة العامة ورعاية الصحية الوقائية. أهلا وسهلا فيك دكتور، وبرحب بالشيف هلا الأخشم. أهلا وسهلا فيك، نهاركم سعيد. يمكن اليوم إحنا بنكمل البارت الثاني، الجزء الثاني من فقرتنا اللي كانت في أول أيام العيد الأضحى المبارك، ونعم أنتم بألف خير طبعا. في الجزء الأول تناولنا المأكولات والحلويات فيما يختص بلحمة عيد الأضحى، وخاصة الأكلات اللي متعلقة كثيرا بإعداد اللحمة بداخلها. اليوم نختص بإعداد الحلويات. يمكن دكتور خلينا ناخذ بس أشهر الحلويات وبعدها بنحكي من منظور صحي. هلا أبرز وأشهر الحلويات المشتهرة عندنا بالأراضي الفلسطينية واللي السيدات الفلسطينيات يتميزن ولهن بصمة حقيقية في صنع الحلويات. أشهر أنواع الحلويات معمول كعك، نحن الأساور، الغريبة، ممكن الحلويات الجاهزة، ممكن يعمل بيتي فور. فينا حلو جديد أنا حبيت أعمله في عيد الأضحى، خفيف ومكوناته بسيطة، اللي هو شكل لما أو كرات جوز الهند. أشياء بحبوا يقدموها، مثلا عندنا التمر المحشو بالجوز باللوز مغطس بالشوكولا، أشياء زي هيك، يعني كلها شغلات هيك بتفتح النفس على لذيذة وطيبة. طيب أنت شايفة من واقع أنه أنت يعني عملية وفي المجال هذا، في المأكولات أو الوصفات الخاصة بالحلويات بتتشابه مع خلينا نقول مع عصر الأجداد ومع العصر القديم اللي كان برضو كمان في كان حلويات البسبوسة، يمكن الحلبة، في حلويات كتيرة كانت تنعمل، هلأ فكان في تشابه. في حلويات تقليدية وفي حلويات جديدة، يعني الناس بيحبوا يعملوا التقليد، وبنفس الوقت خصوصا الجيل هاي وانتشار اللي هو قنوات مختصة للطبخ بحبوا يعملوا تشيز كيك، تيراميسو، حلى الزبادي، الشموا، الأوريو، الجالاكسي، وخصوصا انه هاي الاشياء موجودة وانه احنا بنقدر نتصدر. مثلا في حلويات ده مكثف محلى صينية عادي منزل، يعني عندي انا على قناتي اطيب وصفة عرفت الناس كيف نعمل منزل الكريمة، القشطة كيف نعمل منزلية، فصرنا نخفض الكوست وممكن عادي تعمليه بمنتهى السهولة. فناس إلها التقليدي وناس إلها الحديث. جميل جدا. الآن بدنا نعرض لك وصفة سريعة لأشهر الحلويات اللي انعملت في العيد، وممكن كمان النساء تستثمر هذا الوقت وكمان وتجهز أطباق حلويات حتى الدكتور عطا كمان يعرج عليها من منظور صحي. حنحكي أول شيء عن المعمول، بما إنه الشيء الدارج والتقليد يعني قديم جديد لازم يكون في كل عيد وفي كل منزل متواجد، حتى لو عملته ست البيت أو جابته من برا ضيافة أساسية. لازم يكون متواجد. حنحكي عن معمول السميد. معمول السميد 4 لـ5 أكواب سميد، تقريبا كيلو من السميد، إلو كوب طحين، إلو كوب من الزبدة الطرية وممكن ندوبها، وكوب من السمنة بدرجة حرارة الغرفة وممكن ندوبها، نص كوب من الحليب، نص كوب من السكر المطحون المنخول، احنا بنقول بنبسهم مع بعض، نخلطهم بنبسهم مع بعض ونتركهم من مدة يوم ليومين. كل ما تركتي المعمول السميد بتتفتح عندك حبة السميد وبتتركي بيطلع الطعم أفضل. قصدك ممكن نترك أكثر من يومين؟ من 24 لـ48 ساعة ممكن تبلش شغل فيه، ممكن تتركي أكثر، بس إحنا طبعا مستعجلين وعيد وهيك ومناسبة، فممكن بعد 48 ساعة ممكن بعد من 24 ممكن بعد يوم أو يومين، يعني مش بس من 8، لا ممكن قبل هيك كمان. بتجيبي عندك كوب من المياه أو أقل حسب نوعية السميد، لأنه فيها سميد بشرب وفي لا.
وبتجيبي معلقة من حوايج المعمول، هو شومر، ينسون، ومحلب مطحون، بتجيبيهم ومعلقة بيكنج باودر ومعلقة خميرة، وبتصيري تعجني فيهم حتى تكون عندك عجينة طرية ناعمة، وبتبدي تشكليها، بتعمليها كور صغيرة، بتكون محضرة على جنب العجوة، العجوة بتعجنيها بزبدة وبقرفة، ممكن تحطي عليها من حوايج المعمول مثل ما بدك. ليه بنضيف الزبدة على العجوة؟ بتديكي طعم، الزبدة بتدي مثل ما حكينا الحلقة اللي فاتت، بتديكي طعم شهي بدي بمرافقة القرفة. الدكتور عطا هيك ياخذ باله ويركز معايا يا دكتور، يعني مركز على العيارات يعني طبعا. لا انت بتحكي عن معمول فلازم اشي يكون يعني مظبوط، بده بده ست البيت، يعني الناس لما تروحي معمول عن معمول بيختلف اكيد طبعا. شو اللي بيخليه يفرق من معمول لمعمول؟ عندك اللي هو الدهن، اللي هو السمنه والزبده. في ناس بتستخدم زيت نباتي، لا الزيت النباتي ما بيدي بشد، بدك اياه يدوب مثل ما بنقول، بيدوب بالثوم، الزبده والسمنه بيكون نوعيه منيحه. ممكن نستخدم اللي هو الزبده اللي هي النباتيه، الزبده الحيوانيه اللي هو زبد العربي او السمن العربي، بديك طبعا طعم اطيب. كل ما كان عندك الجوده افضل كل ما كانت عندك طعم اكثر على الطعم. اكيد، وصار طعم يعني لا يقاوم. خلي يعني احكي خلصنا هيك لا لسه بنعملها كور صغيره، وبنصير نحشي بالمعمول عندك بالعجوه اللي محوجينها بالزبده والقرفه وحوايج المعمول، وبتحطيها بتشكليها بالشكل اللي بدك اياه، وبتحطيها بالفرن على ورق زبده على درجه حراره 180 من تحت ومن فوق، ما نخليه يحمر، اذا حمر بصير يقرش انا ما بيدوب التوم. لا نخليه على شقاه لانه احنا حرشه بالسكر فمش حيبين هو درجه الحمار اللي كثير، يعني حيصير عندنا ممكن يختلف طعمه يعني اذا طبعا كثير حمرتيه حيصير يقرش. خليتيه من شقار لشويه حمار بيختلف الطعم، بيكون معك اطيب والذ. جميلة جدا الوصفة، يعني هيك قدمناها سريعا للمشاهدين، بتمنى انه تنال اعجابهم، لكن كمان حابين نعرضها من منظور صحي. انا سمعت كثير انه سمنة، زبدة، ممكن سمنة حيوانية، البلدي، السمن العربي، الزيت، يعني دكتور في شغلات ومكونات لازم نحكي عنها. اكيد كل ما زاد دسمها كل ما كانت طيبة اكثر على صارت افضل. هي شغلة وين زي ما ذكرنا سابقا، الكمية. يعني الوصفة اللي تفضلت فيها شيف هالة غنية جدا بالدهون، وأيضا غنية جدا بالمكونات الطبيعية الطيبة، الجوز، الفستق الحلبي، أحيانا التمر، العجوة، زيت الزيتون بيعجنوا فيه العجوة أو الزبدة النباتي أو حتى الحيواني. ولكن الكميات، وأنا برجع وبحكي قطعة المعمول على هيك في النهاية حتصفي لها أكثر من 400 سعر حراري لوحدة، القطعة لوحدة نعم. حتى لو كان حجمها صغير كثير صحيح، وحتى من دون السكر أو السكر، السكر مش هيعمل فرق كتير يعني 20-25 سعر حراري يعني في المرشوش. فهنا المواطن يجب أن يأخذ باله من قديش بده يأكل كم قطع، يعني هي التحصيل الحاصل دسمة نعم، قطع غنية بالمكونات الدهنية نعم، لكن أنت بدك تأخذ قطعة واحدة. والمشكلة عندنا في عاداتنا وتقاليدنا في العيد انه كل بيت عامل هذا الكلام، لازم تدوق او بعدين بتفخروا البنات، يعني يقول لك انا معمولي اذكى من معمولي انا عاملاه بايدي، لازم تاكل، لازم تاكل، انا عامله يعني شر لابد منه زي ما بقول، شر لابد منه، لازم ناكل. بس ناخذ بالنا من انه اذا انعمل في البيت الدهن النباتي افضل من الدهن الحيواني. الكميات نراعي انه في ناس عندها ضغط، عندها ضغط وسكر، ويعني ما نغصبش عليهم يعني صح بدنا اياهم يدوبوا فبياخذوا بدون غصب يا دكتور، هم حياك والله هم والله هم المتاح هم بياخذوا نعم، يعني يراعي الكميه بس، يعني هي القطعه الواحده زي ما حكينا من 400 ل 500 سعر حراري، فقديش بدك تاكل فعد، وقديش احتياج جسمك من 24 ساعه بالسعرات الحراريه. دكتور يمكن حضرتك نوهت الى نقطه كثير مهمه، انه كل بيت يمكن بدهم يفوتوا المعايدين انه بيتم اجبارهم انه لازم صحيح. تتناول قطعه من المعمول او الكعك، لكن خلينا نكون واقعيين، حكينا انه كل قطعه تقريبا بدها اكثر من 400 سعر حراري. في ظل حاله الاجبار الواقع والضغط الواقع على المعيدين والوافدين الى البيوت المواطنين عندنا في فلسطين او خارج حتى فلسطين بالوطن العربي، إذا تناول الشخص ما بين خلينا نقول 4 ل 5 قطع،
هدول الخمس قطع ممكن يساهموا أو يؤدوا إلى زيادة في وزن الإنسان. زيادة في وزن الإنسان نعم، زي ما حكينا المعلومة اللي بعيد بكررها تانية حتى في مشاهدين استغربوا لإلها، 3500 سعر زيادة بتاخدهم في الأسبوع، يعني معدل 500 سعر يومي إضافي 400 جرام في الأسبوع، فتقريبا حوالي كيلو ونص نحكي في الشهر زيادة وزن إذا أنت أخذت 500 سعر اللي هي طاقة المعمول هاي. هي المعمولة. على فرض يعني على فرض أنه أنت كل بيت بدك تروح ما تغصب ضيفك، خلاص حب يدوق وعيب إحنا ناخد منها جزء ونحطها على الطاولة. في سلوكيات عندنا مجتمعية وعادات تقاليد يجب احترامها ويجب التعامل معها بأدب، ولكن مش على حساب الصحة أكيد طبعا. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الكلام يعني عارفين انه هذا مريض سكر ما نضغط عليه، عارفين انه عنده كوليسترول عنده ضغط عالي عامل قلب مفتوح ما نضغط عليه، خلاص نراعي ظرفه الصحي. لكن اجمال الجواب سؤال حضرتك نداء، الموضوع ابعد من كده. السلوكيات هاي اذا دخلت في برنامجنا اليومي الغذائي او الصحي الغذائي صارت مشكله. فالمشكله انه ال 500 سعر الزياده اليوميه اللي هي 3500 أسبوعيا اللي بتزيدنا 400 جرام من مخزون الدهون في الجسم اللي خارج عن حاجة الإنسان اليومية، هذا بيعمل مشكلة. فالمشكلة تراكم الدهون هاي، تخيل كيلو ونص تزيد وانت مش ملاحظهم ال 500 سعر، مش حتلاحظهم طبعا احيانا في اليوم. نعم يعني شو بالضبط ما حكيناها، معلش معلش شو بهمش قطعة او قطعتين شو حتعمل ولا حاجة، فهو حياخدها عفوية، حياكل زيادة عن ما يلزمه، حيبدأ يزيد في الوزن. وطبعا هذا الكلام اللي تفضلت فيه الغير ملاحظ حيبين بعد فترة من 6 شهور لسنة بيبدأ الإنسان يفرق، وبحلف يمين والله جوزت أنا 60 كيلو والله وأنا عمري 20 سنة كنت 70 كيلو وتخنت لما تزوجت لما خلفت وتخنت لما جوزت. أو طبيعة المهنة، طبيعة المهنة. يعني مثلا أحكي عن نفسي، أنا واحد من الناس ملاحظين علي الناس انه لي دهون شويه، طبيعه المهنه احيانا الجلوس او عدم الحركه، المكتب الطويل، الاوراق، العمل، صحيح انت بتحرق سعرات لكن مش بالكم المطلوب. وبفكر الجمهور او الناس المجتمع للاسف معلومه خاطئه اني انا اكل المعموله لزياده ما انا بمشي ساعه بحرق هذه مشكله. هذه مشكله ايضا، هذه فيها سوء فهم ولغط كبير جدا. الساعه المشي ماشي هي بتحرق من 150 ل 200 سعر حراري الساعه المشي، لكن باي كميه وباي كيفيه وباي ضغط على العضلات. في عندك دهون داخل العضله والعضله هي اللي بتتحرك، اكيد هذه اللي بيصير عليها الطاقه وبينزل منها دهونها. ماذا عن الدهون المخزنه خارج هاي العضلات؟ الدهون ما بتتحرك. فهذه مشكله، فالمخزون حيزيد، الحجم تبع جسمك حيزيد، وبالتالي حتفرق بالضبط، حتفرق هذا الكلام في ملابسك، وبالتالي حتعرف حالك انك زدت. صح. وطبعا اذا بدنا نخش في المعادلات الصحيه، محيط الخصر على الوطن على طبعا هذه شغلات شغلات يعني بدها حلقه خاصه يا دكتور هذا. أكيد ان شاء الله اكيد ان شاء الله حتى نطلع هيك بنصائح توجيهات للمشاهدين. يعني احنا عمالنا بنحكي عن معمول او اثنين او ثلاث قطع، قد ايه يعني بتاثر على صحه الانسان وقديش بتزيد من نسبه وزنه، خاصه انه كل معموله بتحتوي على 400 سعر تقريبا، وعلى على زي ما تفضلتي انه مثلا 5 بيوت 5 قطع مجاز، هي خلينا نحكيها 1500 سعر، بلاش نكون يعني كثير. تخيل انه ال 1500 سعر مثلا جسم متوسط عادي الست بالذات بتحتاج لل 1500 سعر في ال 24 ساعه كلها، فطور وغداء وعشاء واكل بين الوجبات وحلويات وكل شيء. فتخيل انت واحسب يعني كارثه، تخيل انت واحسب كيف، خاصه انه مش بس مهول اللي بيكون عندنا في ضيافه العيد، في شوكولاتات، شوكولاتة يا دكتور، في عصير في عصير مهول، وجبه الاكل نفسها، وجبه يعني الغداء، وجبه العشاء، كم سعر حراري. صحيح. احنا بنطلع من القعده الوحده او الساعه الوحده. خليني بس اروح لهلا، هلا انت هلا مش شوي حكيتي انه المعمول ممكن انه ينعمل ويوضع بداخله العجوه، في ناس ممكن يعني تعمل حشوة العجوة، ممكن مكسرات الجوز واللوز ممكن راحة الحلقوم والحلقوم. هلا باقي الحلويات الثانية اللي هو المعمول بالحلقوم وبالمكسرات نفس طريقة المعمول بالعجوة، نفس الشيء، هو الطريقة نفسها لكن الحشوة بتختلف فقط، أما نفس الطرق نفس الشيء بس الحشوات هي اللي بتختلف.
تاني طريقة أو تاني وصفة لحلويات العيد شو مقدمها اليوم؟ برضو طريقة دسمة اللي هي الأساور، طبعا في الأعياد بتكون متواجدة في كل منزل. هحكيها بطريقة سهلة وبسيطة عشان تنعمل، بدل ما نشتريها مبلغ وقدره عادي ممكن تعمليها. نص كيلو من الكنافة، كنافة الشعر اللي بنجيبها من أي محل حلواني، فستق حلبي، أي نوع مكسرات، جوز، فستق سوداني عادي، وكوب من السمنة المذوبة، يفضل السمن العربي اللي طعمه مظبوط. دائما سمن عربي هذا يعني بتهدي انت طعمه وطعمه لذيذة يعني. فبتجيب الكنافة وبتقطعيها قطع صغيرة قد مقدار الاصبع، وبتصير تلفي حواليها الكنافة وبتصفطيهم بالصينية، وبتحطي فوقيها اي نوع من المكسرات اللي بدك اياه، وعلى فرض احنا هلا مشهور عندنا هو الفستق الحلبي والكاجر بنحط. بتحطيها بعدين بتجيبي كوب من السمنه المذوبه وبتحطيها على وشها، وبتدخليها بالفرن على درجه حراره 180، تتحمر من تحت بعدين تتحمر من فوق. طبعا السمنه كل ما كان نوعها افضل واحسن بتديكي طعم اطيب، والقرشه تبعتها بتقرش يعني للاساور بتكون افضل واطيب، والتحميره اللون بيكون مظبوط. بس السؤال المهم الان هو ليش انت بسكب كوب من السمنه المذوبه بعد الانتهاء من تجهيز الاساور؟ عشان تستوي معي، لانه بدي ادخلها الفرن فلازم يكون عندي كميه من السمنه مظبوطه عشان تحمرها. يعني هي ضروريه هيك لازم، ما فيش هي مكوناتها فقط، هي كنافه سمنه مكسرات فقط، هي الاساور يعني، وبالنهايه اللي هو القطر او الشيره لما تبرد معي بحطه عليها مباشره. خلينا نروح للدكتور عطا. لا ما فرمي من السمنه البلدي، حتى بعض المواطنين يعني مع التحفظ على عدم ذكر الاسماء، حتى ما نقول ما نعمل دعايه، الناس بيقول لك فلان بيعملها بالسمنه البلدي بدي اروح اشتري انا من عنده، صح. او ان انا بالضبط طعمتها المميز. قبل الهوى كنت بطلع انا وهلا على السعرات، يعني الكوب اللي اتفقنا عليه 100 ملي تقريبا يعني العيار هذا المتوسط الغذائي اللي دائما يعرض على كل في العالم بال 100 ملي بير 100 جرامز، كل 100 ملي قديش محتوى سعره. بس ما تنساش يا دكتور احنا بنروح بنعمله مش مذوب، بنجيب السمنه بنحط اول سمنه بعدين بندوبها كثافتها اول شيء بنقيسها بالكوب، بعدين بعد هيك بندوب. هي نفس الشيء نفس الشيء حتكون يعني ما تاخذ ممكن اكثر يعني ممكن بتزيد. صحيح زي ما معامل الثلج يعني الثلج الكوب بيعطي كوبايه وشويه مي وهكذا يعني. هي قصدها انه على العموم نذكرها للجمهور 790 تقريبا 800 سعر كوب السمنه ال 100 ملي عفوا سوري اقل شيء ال 100 ملي اقل شيء يعني انت حضرتك استخدمت الكوب تقريبا كوب ونص، واتفقنا انه العيار 200 وربع تقريبا ربع كيلو تقريبا ربع كيلو السمنه هذا. هي عشان احنا ما نتوه الناس والمشاهدين يكونوا حذرين في الموضوع، السواره قطعه صغيره ما فيش مشكلة فيها، مش هتأثر كتير، مش هتعمل زي ما أنا حاكل خمسة أو ستة أو عشرة أقل شيء حاكل خمسة أو ستة. هو المشكلة وين صراحة؟ المشكلة يعني وين أنت في المكونات، في مكونات السمنة البلدي، السمنة البلدي صح مشهية جدا، بعد هيك قطر ححط والقطر يعني كمان الشيرة كمان أنا مليش كلام مليش كلام نفضلش كلام لأنه هذه برضو سلوكيات وعادات وتقاليد 100%. ما هو المشكلة وين؟ المشكلة مش بس في المحتوى كمان، المشكلة عندنا في السلوك الخاطئ انه بعد الوجبة على طول لازم احنا نقدم الحلوى. هاي تحليه هذه بالضبط يعني ما فيش حتى يمكن ما بفرقش ربع ساعة بين مدوب عفوا الناس تغسل ايديها من الوجبة حتى في الافراح حتى في الافراح وفي المناسبات، هذا سلوك مجتمعي. فاذا اذا بدنا نغير المكونات يجب ايضا انه نغير في السلوك. الغريب في الموضوع انه يا دكتور الناس حتى لما بدك تقدم لها اساور، يعني انا ما بدي كلام يؤخذ على محمل ثاني، لكن انا بس بدي ابين انه الاشخاص بحبوا الحلويات فما بيشبعوا ما بيذوقوا طعم الحلويه. يا دكتور طالعين احنا عاملين كذا وحده لازم ياخذ بس على الاقل عشان يحس بطعمه بشكل كثير. وانت بتاكليها نوع اساس خفيفه يعني وصغيره وهيك مش حتاثر كثير. الدماغ بعد زي ما تفضلتوا القطعه الاولى لا ما شبعتش، الثانيه الثالثه ممكن ها خلاص بكفي كده، او حتى في المناسبات اليوم بياخذوا الاربعه والخمسه كده ورايت لك لينس يفضل طالع ياكل فيهم. هذول في المتوسط عاليه سعراتها، اذا هي المشكله في الكم
وفي ايضا في المكونات اذا بعرفش كيف يعني انت زي ما تفضلتي بنقول لازم نحط كوبايه اللي عشان تستوي او كده. ما فيش مهرب في المكونات فينا مش تغيير لسنا نحولها لزيت او نباتي او شيء. لا لا طبعا هو ما هي كده هي انعملت كده يقول الكتاب يعني مش مجال. فشر لابد منهم نرجع اننا نحكي الكمية. والواحد يخاف الكمية. يخاف بس في الحسابات تبعته قديش اكل ويعمل حساب وجبة الغداء الدسمة اللي بده ياكلها يعني عارف حاله هيطلع فرح زي ما تفضلت يتقل في الاكل ياخد حلويات بعد هيك يراعي انه وجبته الاساسية يعني في المتوسط حتى انه يعني قد ما يقدر ما يخزن ال 500 سعر لزيادة. اكيد طبعا هاي معلومة كتير مهمة. هلا بدنا ناخذ اخر وصفة معانا لليوم. اشهر حلويات انصنعت في عيد الاضحى المبارك اخر او ممكن كمان الستات معانا تعملها الغريبة يعني معروف الغريبة من اشهر الانواع سواء في الاعياد او في المنزل يعني دائما متواجدة. الغريبة 4 كواب طحين لها 2 من الكوب السمن مش الزبدة. ما بينفع نحط زبدة لانه الزبدة حتخليها تفرش معاكي. لا 2 كوب من السمن 2 كوب من السكر المطحون منخول لازم يكون منخول ومعلقة فانيلا. شو بيفرق انه يكون سكر منخول بتكون بيعمل عندك كتل فحيغلبك وممكن اثناء الخبيز يخرب قطعة الغريبة. لازم اي شيء كاكاو يكون منخول طحين يكون منخول حتى البيكنج بودر احنا بنضيفه على الطحين في الكيك وبننخله لازم أكيد أكيد. اي شيء من هاي اللي بتعمل كتل لازم عنا يتم نخلها رشة ملح. احنا دائما بقول بحب يعني في هاي الاشياء نعمل رشة الملح تديك توازن للطعم وتوازن مع السكر. اي اكلة ضيفولها رشة ملح من الحلويات مش حتأثر بالطعم لكن حتأثر بتوازن الاكل. هي قد رشة خفيفة قد رشة يعني خفيفة يعني بعد هيك بتجيب السمنة بتضربيها بالخلاط الكهربائي بالمضرب الكهربائي وبتضيفي لها السكر المطحون وبتضربيهم جيدا حتى يصير لونهم على ابيض ابيض تام. بعد هيك شوي شوية بتضيف الطحين قبلها بتضيف معلقة الفانيلا وعلى الطحين بتحط رشة الملح حتى تصير عندك عجينة متماسكة بتحفظيها في الثلاجة لمدة ربع ساعة. بعد هيك بتجيبيها وبتقطيها بالشكل اللي بدك اياه حرب الاس شكل طولي دوائر وبتحطيها بالصينية وبتضغط عليها اي نوع مكسرات. هلا اللي هو طلعنا موديل هو الخرز خرز ملون ذهبي او فضي بتحطي فيها شكله جميل وحلو بتلاقوا يعني في اي محل موجود متوفر موجود تقريبا هو مش في الاسواق بنشتري عن طريق بيبيع اونلاين موجود عندهم هناك. وبتدخلي بالصينية درجة حرارة 130 إلى 150 مش بتحمليه عشقة لتحت من فوق بياض يعني بس من فوق شوية وبتطلعيه عشان يكون طعمه يضل محافظ على لونه. طبعا اللون دايما احنا بنأكد انه لازم يتضل لونها ميال الى الابيض اللون الصافي. ابيض ولازم لانه اللون الابيض مثل ما قلنا بيديك الطعمة اللذيذة الشهية يعني ما بتقرش معاك يعني الغريبة خصوصا عنا مشتهرة انه لازم تدوب في التوم مش تقرش. هذه المعلومة كتير مهمة. وفي بعض الناس انا بحس انه بحطوا شوية نشا فهذه النشا يعني لا الغريبة لا ما بنخد لا لا تمام تمام يا دكتور. دكتور تعقيب سريع على الغريبة وبدنا في الختام تحكي لنا ابرز السلوكيات الشائعة الخاطئة طبعا عند بعض المواطنين اللي لاحظت انه بيعملوها خلال عيد الاضحى المبارك. هو عموما تلخيص لما تفضلت فيه الأخت هلا بغض النظر عن المكونات وبغض النظر عن الأنواع الحلويات بشكل عام يجب أنه يكون متوازن فيها الإنسان يأخذ ما يكتفي بقطعة أو اثنين فقط حتى لا ترتفع سعراته الحرارية لدسامة المكونات ولشراهة أو لحبه للإشي. هذه نقطة. النقطة الثانية ما يمكن استبداله في التصنيع بأقل سعرات يجب اتباعه يعني مثال في بعض الدول بيستبدلوا السكر الأبيض بالسكر البني أخف سعرات وأكثر فايدة بدل مثلا ما هو الدهن الحيواني بخلطوا دهن نباتي مع بسيط من الحيواني فبيعطي نعم حتى في دهن نباتي تقريبا نعملوه بطعم أو برائحة الدهن الحيواني مع مراعاة إنه هاي المكونات مش ضارة. السعرات الحرارية اليومية يجب أن يكون الإنسان على وعي ودراية فيها أنه يحسبها بالكمية اللي تكفي جسمه وإن زادت عن حده يأخذ باله من أنه اليوم الثاني أو النشاط الرياضي المطلوب أنه يقوم فيه حتى يستطيع على حرق ما يقدر
من هاي السعرات وما تكونش ما اكتسبوا خلال هاي ما تكونش طبعا. نعم بس مش على مبدا اني انا اكل واحرق واحرق على طول كانه الامر هيك يعني زي الاله السريعه نعم. اكل واحرق. السلوكيات الخاطئه اللي بيتبعها المواطن او افراد المجتمع العاديين هي عاداتنا وتقاليدنا، خلينا نحط بين قوسين السيء منها في الغذاء، السيء منها في الغذاء وهي مثلا اكل الحلويات والفواكه مباشرة بعد الوجبة الغذائية كمان. والمشروبات الغازية اللي حكينا عليها المرة اللي فاتت بعد الوجبة الأساسية مباشرة فهذه ضارة على الصحة جدا. مفروض ينتظر الإنسان من ساعة ونص لساعتين قبل ما يأكل الفواكه أو الحلويات حتى أنه يكون جزء أكبر من الوجبة الغذائية الأساسية انهضم وتم امتصاصه، وبعدها بتاخد القطعة أو التنتين اللي اتفقنا عليهم بالتوازن، وأفضل للمعدة وللجهاز الهضمي ولحرق الدهون كمان في الجسم أن الفواكه تؤخذ قبل الوجبة الغذائية بساعتين نعم. فهذا بيساعد على حرق الدهون وبيساعد على التوازن الغذائي المطلوب والتوازن الأملاح المعدنية والفيتامينات واللي ما يتطلب الجسم من فوائد في خلال نهارك من وجباتك الغذائية المتفرقة، وبالتالي بكونش خزن بالسعرات الحرارية اللي بتساعد زيادتها على تكوين الدهون في الجسم وبالتالي التخمة والسمنة. وأيضا الحلويات والفواكه اللي مباشرة بعد الأكل زائد العصائر والسعرات الحرارية العالية والمياه الغازية بتساعد على تلبك المعوي وبتعمل عسر هضم كتير يعني متفقى. تخيل أنت المعدة يعني زي أنا شبهها ولا تشبيه الغسالة، لما بنحط الوجبة ودواء الغسيل بنبدأ نغسل في نص الوجبة بنفصلها بنروح بنحط هدمة تانية للغسيل مرة تانية يعني وهذه بدها نظافة جدا يعني فهي مواطن يقيس عليها مشابه للي بيصير بداخل المعدة. أنا بتشكركم لحضوركم اليوم للجزء الثاني من حلقتنا وفقرتنا الصباحية من برنامج صباح الكوفية، شرفتونا ونورتونا، ينحاد عليكم بالخيرات والبركة. طبعا يا دكتور هلا اليوم غلطانة لأنه بنحكي عن الحلويات يعني ما جبتش حاجة تدورنا يعني العينات أنا محافظة على سعرات الحرارية طبعا اللقاء الجاي إن شاء الله بنكون هيك مجهزين شوية من العينات. مشاهدينا الكرام بالنهاية أي شيء بزيد عن حده بينقلب لضده، علشان هيك الراعي الكميات مثل ما حكى الدكتور عطا معنا اليوم قديش إحنا بناكل من الكميات اللي لازم ناكل منها وندقق على ضرورة قديش كل قطعة فيها سعر حراري، وما نقول إنه هاي قطعة صغيرة مش راح تأثر، بالعكس قطعة لقطعة يعني بصير في عنا تراكمات وهذا الشيء خطير كتير كتير. خلونا الآن نروح لفاصل قصير جدا وبنرجع لكم في ثاني فقراتنا لصباح اليوم، خليكم معنا.